طيب قلبي شلونكم؟ طمنونا عنكم، شخباركم؟ تعرفون ام يوسف تشارككم كل الامور اللي تسوين هي اليوم احسن طبخه واهون طبخه. اليوم بدنا نسوي نطبق باذنجان، تعرفون اكيد كل الناس تعرف نطبق الباذنجان. يلا حبايب قلبي تعالوا شوفوا اليوم الخضره اللي عندنا. عندنا كيلو باذنجان، شايفين باذنجان شلون؟ الصغار هذا، الكبار ما يسوى، هذا احسن شيء واطيب شيء. عندنا هيك كيلوين بندوره، تعرفون بندوره صغار هاي بيها ميه وحامضه، هاي اطيب شيء للمسقعات. وعندنا بصله، وعندنا حطين ثلاث فليفله، وعندنا هي النعناع. هذا يقول لي ليش تحطين نطبق نعناع؟ انا احب طعمه النعناع طيبه. وعندنا تعرفون الملح. حبايب قلبي الحزن نقشر الباذنجان ونجهزه ونبلش نغليه ونفرم البندوره ونشوفكم شلون الباقي. يلا بالمرحله الثانيه. ايه حبايب قلبي هيش بدنا نقشره، نخلي بيه شوية سواد، بس عن جد عن جد بالصيف هاي الاشلة غير شكل، جنبها تعرفون حشايش كبيس، انواع الكبيس كله يمشي حاله جنبها، لانه هاي تنعد اشلة باردة يعني، بس تسوينها تبرد شوية وتحطينها بالبراد عن جد تصير شم اطيبها. دهك انا قمت تلبكت خلاص. حبايب قلبي اكيد ما تنسونا بالاشتراك وبتفعيل الجرس وبتعليقاتكم الطيبة ليجيكم كل شي جديد من عائلة ام يوسف. بس عن جد ما دعت تتابعون فيديوهاتي للاخر وما صار تفاعل ابدا ابدا، مشان العوامة ومشان شنو التبولة. عن جد يعني زعلت انقهرت انه ما حدا تابعهم منيح، ما عرف يكون الناس ملتهية بأيام العيال. الله ان شاء الله يجعله ينعاد عليهم ان شاء الله بالصحة والعافية يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يعني مثل ما يقول ان شاء الله كل واحد حط هدف براسه على العيد ان شاء الله يحققه يا رب. حبايب قلبي عن جد عن جد زاد اتشكركم انكم انطيتم معنويات كثيرة لعائلة ام يوسف تستمر، واحنا نضل نقول حبايب قلبنا لانه عن جد عن جد معتبركم حبايب قلبنا. يلا حبايب قلبي حزن نخلص هيج، يعني بس بدي اشوف شلون انت قطع الباذنجان. بسم الله. عايز يقولوا لي ليه ما لبستي كفوف؟ والله زدت من الكفوف. بدنا نقطعه بهالشكلية هاي. حبايب قلبي هالحزن نغلي ونفرم البندورة ونرجع لكم بالمرحلة الثانية. هاي قلبي بدنا نبلش. بسم الله. أنا حاطة من الزيت. بلشنا نغلى الباذنجان، أبحث عنا بدنا شو نسوي؟ بدنا نبصر، بدنا نسوي جوانح. كمان زاد مشان نقليه مع الفليفله تنطيها طعمه يطيبها. ايه حبايب قلبي هين شقرناه شوي زياده لانه مشان ما يشرب الزيت كثير، لانه تعرف ما بدنا زيت كثير بالاشله. راح نبلش هين عنا البصل والفليفلة بدنا نغليهن سوا. حبايب قلبي وهين فرمنا البندورة جهزناها، هالحظ إن شاء الله بس تستوى كمل الغلية نبلش نطبخ بالبندورة. حبايب قلبي إيه حبايب قلبي بدنا ننزل البندورة هين تاني سويها.
خليها لحتى ما تذوب خالص. نحط لها شنون ملح، هيش الملح لأنه البندورة تذوب على الملح. حطينا عاد الملح بالمرة، ما عادش نحط ملح ثاني مرة، خلاص هي هالمرة نحط. حبايب قلبي إن شاء الله بس تستوى البندورة نرجع نشوف شلون نحط الباذنجان عليها. حبايب قلبي، إيه حبايب قلبي، إيه أنت نشوف البندورة صار فيها ما شاء الله تحتين. ليش أحب أختار البندورة الصغيرة هاي الناعمة؟ لأنها للطبخ بتجنن. دهش ما شاء الله على الكبتين. يلا بدنا نحط الباذنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا البصل زين بنحطه. هالحس شغلة 10 دقايق بس تعقد معها مظبوط يكون ان نطبق باذنجان خالص. واحلى اشلة عن جد هاي نحبها لانه بالصيف اشلتها غير شكل. وعندنا هين النعناع، ما ننسى رشة النعناع. وفي ناس تحط لها بهار زاد، انا ما احط لها بهار، احط لها بس نعناع. وفي ناس تحط لها زاد حمصها، انا ما افضل هيك، كل واحد وطريقته. حبايب قلبي نرجع لكم ان شاء الله بس تستوي نسكبها. حبايب قلبي، يا حبايب قلبي، هين عنا طبق الباذنجان خالص ما تاخذونا. وهنا عنا فرطنا خيار، وهنا عنا كبيس، وتعطي بالسعبدها بصل اخضر وفجل وبغلة وهالشغلات هاي كلها. حبايب قلبي انطونا رايكم، وريتوا ان شاء الله الف صحة وهنا. حبايب قلبي تعالوا تطلبون منا، ان شاء الله نسوي لكم اياه، ان شاء الله يعجبكم محتوى عيلة ام يوسف. حبايب قلبي ريتوا الف صحة وهنا يا رب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.